أهلا وسهلا بكل مشاهدينا. أجواء صيفية بالنهار وأجواء شتوية باردة أثناء الليل، دي حالة الطقس اللي بنشعر بيها في الوقت الحالي. وطبعا هذا التقلب في الأحوال الجوية خلى الجميع يتساءل عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأيضا عن نوعية الملابس اللي من المفترض ارتدائها خلال الفترة الحالية حتى لا نصاب بأعراض نزلات البرد. وبالفعل بتشهد الأحوال الجوية في جميع المحافظات في الجمهورية حالة من عدم الاستقرار، وذلك لأن البلاد في فصل الربيع الذي يشهد تقلبات كثيرة في اليوم الواحد. وبناء على ذلك كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك، وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية. وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الأجواء الربيعية المعتدلة مستمرة خلال الأيام المقبلة بطقس عيد الفطر، ولكنها حذرت المواطنين من ضرورة توخي الحذر من فرق درجات الحرارة بين النهار والليل. وبالنسبة للملابس قالت إنه يمكن تخفيف الملابس خلال فترة النهار مع ضرورة اصطحاب جاكيت خلال فترات الليل حتى لا نشعر بالبرودة. وقالت أن الظواهر الجوية خلال فترات الإجازة وفترة العيد لن تكون مؤثرة على أي أعمال وأنشطة يومية، ولكن من المهم الحذر من درجات الحرارة وانخفاضها خلال فترات الليلة. وردد البعض أخبار عن سقوط أمطار ثالث ورابع أيام العيد، وهذا ما أكدته بالفعل هيئة الأرصاد الجوية، وأكدت أن هناك بعض المناطق متوقع سقوط الأمطار بها يومي الأحد والاثنين المقبلين مثل البحر الأحمر وسيناء. والأمطار ستكون رعدية ولكن مجملها أمطار خفيفة غير مؤثرة على أي أنشطة يومية. أيضا من الظواهر الجوية التي ستستمر خلال أيام العيد هو نشاط الرياح، واللي هيخلي الجميع يشعر بالأجواء الربيعية وإن هناك انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية في فترة الصباح. وبشكل عام وضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مجمل الظواهر الجوية المستمرة معنا خلال فترات الإجازة وفترة العيد لن تؤثر على أي أعمال أو أنشطة يومية، ولكن من الهام الحذر من درجات الحرارة وانخفاضها خلال فترات الليل، ومن الهام أيضا اصطحاب جاكيت خلال فترات الليل حتى لا نشعر بالبرودة. وقالت أن الأجواء خلال فترات الإجازة للعيد بتعتبر أجواء مستقرة. كمان طالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التخفيف في الساعات المسائية لتجنب الإصابة بالأمراض وتوخي الحذر من القيادة في الساعات الصباحية. أما عن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك على بعض محافظات الجمهورية، فالقاهرة 15 درجة، الإسكندرية 14 درجة، مرسى مطروح 15 درجة، سوهاج 17 درجة، إنا 17 درجة، وأخيرا أسوان 18 درجة. مشاهدينا دي كانت تفاصيل حالة الطقس خلال أيام العيد واللي بتعتبر مستقرة بدرجة كبيرة مع اتباعنا لنصائح وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية. يمكننا تفادي أي أمراض والاستمتاع بفترة الإجازة. كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم وإلى اللقاء.